فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. يأتي معنا شيخ هنا مسألة لطيفة. الآن هناك من يقول أن الربا القليل يجوز فيه المساهمة التي فيها ربا قليل واحد في الأهم ما تضر، واختلفوا في هذه النسبة، منهم من قال واحد ما يضر، ثم قال 5% ما تضر، بعضهم قال 30% ما تضر، حجة أن هذا قليل ربا. ولو اتبع الحق وأهواءهم فسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالمسألة ليست مسألة رغبات وأهواء وفتاوى، المسألة مسألة تحقيق ما أمر الشارع به وهو ونهى عنه. الشارع نهى عن الربا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، لا تأكلوا الربا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هذا لفظ عام يشمل القليل والكثير. فلا يجوز. وجاء في الحديث أن الدرهم الواحد من الربا أشد من 36 زنية. الدرهم الواحد. فالربا قليله وكثيره حرام. ولا يجوز أننا نأخذ بأقوال بعض المجتهدين أو المخطئين ونترك النص العام ونترك النهي العام. نعم، ولو فتحنا هذا الباب لفرح أهل البنوك وأهل المؤسسات الربوية وقالوا هذا الشيء قليل ولا يضركم.